بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي وأعزائي المشاهدين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الإحياء الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مولد الإمام السجاد عليه السلام. وأستغل هذه الفرصة بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن ترفع عنا هذه الغمة، ويزول عنا هذا البلاء، وأن نرجع لإحياء مناسباتنا الدينية سواء كانت المواليد أو الوفيات في أماكنها المآتم إن شاء الله. ونرجو من الله سبحانه وتعالى بحق إمامنا السجاد عليه السلام أن يعجل لنا في فرجه وفي توفيقه وفي رفع هذا البلاء وهذه الغمة. ونحن في الحقيقة أيها الأحبة في حاجة ماسة لحضور الإمام السجاد عليه السلام في حياتنا، خصوصا في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الإمام السجاد عليه السلام قد خط لنا طريقا لله سبحانه وتعالى، وذلك عبر حياته المليئة بالدروس والعبر. ولقد كانت حياته المليئة بالدروس والعبر متوهجة، وواضح فيها الاتصال لله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي بزين العابدين والسجاد. العبادة كانت حاضرة في حياة الإمام السجاد عليه السلام، وبالخصوص منها الدعاء. ونحن في أمس الحاجة للدعاء، الدعاء الذي يورث سكينة داخل القلب، يورث اطمئنان داخل القلب، يورث تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا التعلق الذي يجعل الإنسان مطمئن واثق آمن بأن الله سبحانه وتعالى لن ينساه ولن يتركه ولن يخذله أبدا. ومن هنا أيها الأحبة نذهب للكلام حول موضوع هذا الاحتفال، وما نريد أن نوصله من إرشادات، وما نريد أن نوصله من تعليمات. هذه التعليمات تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي هذه الفترة وتخطي هذه الأزمة، وإن شاء الله الرجوع إلى ما كنا عليه قبلها. أيها الأحبة، نحن في أمس الحاجة إلى الأمل، في أمس الحاجة إلى الأمل. الأمل الذي يبعث في داخل الإنسان شعورا بالرغبة في الحياة، الرغبة في المواصلة، الرغبة في التحدي، الرغبة في عدم الاستسلام. الأمل هو الباعث الحقيقي عند الإنسان في داخله في عمق ذاته إلى التشبث بالحياة. قد يقول قائل أننا لسنا مطالبين بالتشبث بالحياة ولسنا مطالبين بالأمل، وهذا الكلام خاطئ جملة وتفصيل. احنا مطلوب من عندنا أن نكون آملين، ولكن ذلك الأمل الذي يبعث الطمأنينة، ليخلينا موجودين، ليخلينا نفكر في حاضرنا، ليخلينا نخطط لمستقبلنا، اللي يخلينا ننطلق في مساعينا نحو الحياة، مساعينا نحو بنائها، مساعينا نحو رضا الله سبحانه وتعالى. الأمل المذموم هناك الأمل المتعلق بالخيالات، الأمل المتعلق بالخيالات. لو احنا نسوي خط بياني بين الرشد العقلي وبين الأمل، نرى أن الراشدين عقلياً هم أكثر الناس آمالاً، ولكن تلك الآمال الحقيقية. وراح نشوف أيضاً أن كلما كان الرشد العقلي هابط متواضع ليس راقياً، نرى أن الآمال تكون فيه خيالية. إحنا ما نبي الآمال الخيالية، آمال الأطفال، آمال الناس الذين يحلمون كثيرا أحلام اليقظة، وتنكسر أحلامهم وتنكسر آمالهم ما أن يصطدموا بالواقع. لا، احنا ننظر إلى الواقع،
نشوف الواقع، نرصد الواقع، ونفكر تفكير سليم، نفكر تفكير صحيح، ونخطط إلى مستقبلنا، ونتحرك على أمل تحقيق ما هو مرضى لله سبحانه وتعالى. الآن إحنا في أزمة، وفي هذه الأزمة موجود الكثير من التحذيرات، كثير من الإرشادات، وكثير من المطلوب من الإنسان أن يتمسك به وأن يقوم به. ولعل أكبر مشكلة تعارض الناس في هذه الأزمة هو التزام الجلوس في البيت، والجلوس في البيت ولا خروج إلا لضرورة. هذا الأمر الذي كان يعاكس حياتهم السابقة، يعاكس روتينهم السابق، وهذا الأمر اللي ممكن يضغط عليهم بشكل كبير، خصوصا أولئك الناس الذين تعودوا على الخروج من المنزل بكثرة. هؤلاء أكثر الناس محاجة إلى الأمل في هذه الأيام، الأمل الحقيقي الذي يلزمهم بالجلوس داخل المنزل، الذي يلزمهم بالحذر، الذي يلزمهم باتباع الإرشادات والتوجيهات، على أمل أن تنقضي هذه المدة وتنقضي هذه الأزمة وتذهب إلى غير رجعة، ونكون كمن أخذنا جرعة من الأمل وجرعة من الانطلاقة وجرعة من التلقيحات اللي تخلينا نقدر إن إحنا نتحرك في حياتنا مستقبليا، ونصير عندنا تلك المناعة اللي تخلي أي عقبة ثانية تعرض إلينا عقبة بسيطة نقدر إن إحنا نتجاوزها. فإذا أيها الأحبة، إحنا نحتاج إلى الأمل، نحتاج إلى الأمل المرتبط بالدعاء، نحتاج إلى الأمل المرتبط بالتخطيط، نحتاج إلى الأمل المرتبط بالتوظيف، ونحتاج إلى الأمل المرتبط بالتحقيق على أرض الواقع. الأحبة اللي قاعدين يسوونه، اللي يبذلون وقت من يبذلون جهد ويبذلون وقت من أوقاتهم ويخاطرون بأنفسهم ويطلعون عشان يصورون هذا الكلام المعين وتلك الكلمة المعينة وهذا الرجل المعين وذاك الدعاء المعين، هم أكثر الناس مثال على الارتباط بالأمل المحقق على أرض الواقع الذي سوف ينتهي يوم من الأيام، وسوف يكون إليهم إن شاء الله الأجر العظيم والكبير بما قاموا به. في الإسلام شلون احنا نشوف الأمل واضح؟ هل الدين يعطي إلى الإنسان الأمل أو لا؟ الدين كثيرا ما يدم الأمل. طبعا احنا موجود عندنا تلك الروايات وتلك الأدبيات التي تتحدث عن ذم طول الأمل. مثلا القرآن الكريم تحدث عن ذم الأمل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هذا أمر فيه ذم إلى الأمل. أيضا في دعاء كميس، الدعاء المشهور، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحبسني عن نفعي بعد أملي أو بعد آمالي. فإحنا نجي نشوف أنه مذموم الأمر. أيضا أمير المؤمنين عليه السلام في رواية يقول: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. في كثير من الروايات تتكلم على الأمل بشكل مذموم. أي أمل هذا اللي تتكلم عليه الروايات بشكل مذموم؟ ذلك الأمل الخيالي اللي مو مستند إلى الواقع، ذلك الأمل الدنيوي الذي يرتبط بالدنيا وفقط، وذلك الأمل المادي المتجرد من العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى. أما لو كان الأمل حقيقي مستند للواقع، لو كان الأمل له ارتباط بروح الإنسان وله علاقة بالله سبحانه وتعالى، فهذا الأمل سوف يكون ممدوحا ومطلوبا. نرى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه آمال حقيقية، يعني أن تأمل أن تكون ممن يعملون الباقيات الصالحات. أيضا
انت امل في الدعاء فخير مؤمل وقد ساقني اليك املي. انا الامر اللي خلاني اتحرك وخلاني اقوم بعمل وخلاني انطلق اليك يا رب هو املي بان تغفر لي، املي بان توفقني، املي بان تكون حاضرا في حياتي. فاذا الامل مستند الى الواقع وغير خيالي، الامل المرتبط بالدنيا والاخره والذي ننظر فيه الى الاخره قبل ان ننظر فيه الى الدنيا، والامل الروحي المرتبط بالله سبحانه وتعالى هو الامل المطلوب، وهذا هو الموجود حينما يتحرك توحيد الله سبحانه وتعالى في اعماقنا، وحينما يتحرك عدل الله سبحانه وتعالى. احنا نعرف ان الله عادل، ومنطلق عدله انه لن يظلم احدا، ولذلك نحن فينا تعلق بامل اعدل الله سبحانه وتعالى بان يرفع عنا هذه الازمه وهذا البلاء، ونحن ايضا نامل في عدله ليس فقط في الدنيا وايضا عدله في الاخره في يوم المعاد. هناك ما موجود آمال ما راح تتحقق لمن كانوا يأملون روحيا، لمن كانوا يأملون أخرويا، لمن كانوا يأملون واقعيا. أما الذين كانت آمالهم خيالية والتي كانت يعني مثلا واحد ما يريد يصلي، ما يريد يصوم، ما يريد يقوم بأي شيء من لوازم الإيمان، ويريد أن يسرح ويمرح ويقوم بكل الموبقات، وبعد ذلك يأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي غفران ذنبه، هل الله سبحانه وتعالى ما راح يذكر إليه؟ أنا في عمق ذاتي أقول الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وممكن أنه يغفر إلى كل من، حتى أولئك الذين لم يعرفوه ولم يعبدوه إلى آخره، الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. ولكن بالمعادلة، في واحد زائد واحد يساوي اثنين، بالتقديرات بما نعرف، ما يصير تقول إلي أنا راح أسوي هذه الأمور وأعمل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، بل قد تكون هذه الأمور نوع من محاربة الله سبحانه وتعالى، كأن تقول أنا بسوي ويسمونه وأدري أنك أنت راح تغفر إلي. هذا الأمر غير صحيح، هذا الأمر تفكير بهي طريقة غير صحيح. خلينا نضرب مثال بما نحن فيه مواقعنا، أنا راح أطلع من البيت، ما راح التزم بالحجر المنزلي، ما راح التزم بتوجيهات الاطباء، ما راح التزم بتوجيهات الصحيه، راح اسلم على كل واحد باليد واحتضنهم وراح كذا وراح 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 وامل بان لا يصيبني المرض. شو هاي يصير؟ انت لازم تاخذ يعني التحذيرات على محمل الجد، لازم تاخذ الارشادات بحذافيرها وتطبقها بحذافيرها وبعد ذلك تامل. اما انا راح اسوي كل شيء هذا واقول لا راح الله راح يسمونه، انا امل ان ما يصيبني هذا المرض وما راح اتعرض اليه، ما راح يصير الامر صحيح ابدا بهذه الطريقه. ايضا من محركات الامل عندنا هو الحب والعلاقات الانسانيه. انا اذا كان عندي اخوان احبهم ويحبوني وعندي علاقات انسانيه طيبه، علاقة جيرة وأخوة وصداقة وزمالة وكل العناوين، هذا يبعث على الأمل. ما دام هذين موجودين في حياتي فيصير عندي أمل واقعي، أمل حقيقي، ما راح أترك، ما راح يتغاضى عني، ما راح أصير وحيد. من هنا أوجه رسالة، احنا في أمس الحاجة هذه الأيام إلى التكافل، في أمس الحاجة إلى تحسس حاجات الآخرين، إلى معرفة حاجات الآخرين. بعض الناس تحسبهم أغنياء من التعفف، يتعففون، ما راح تعرف أنهم محتاجين لأنهم يتعففون. لذلك إحنا نحتاج أن إحنا نتحسس، نروح ندور، نروح نبحث عن أولئك الناس الذين هم في أمس الحاجة، ونتكافل كمجتمع، ونتحرك كمجتمع، ونعيش كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. فإذا أيها الأحبة، بواعث الأمل كثيرة في حياتنا، الأمل الممدوح، الأمل المحمود، فما علينا إلا أن نحركها ونجعل
الأدعية ونجعل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي المحرك الأساسي، ومنطلقين من عند الإمام السجاد عليه السلام، هذا ما يجعل الأمل متحرك، اللي راح يخلينا نبتسم كل يوم صباحا حتى مع وجود هذه العقبات، هذا اللي راح يخلينا نشتغل عشان نحيي مواليد أهل البيت عليهم السلام ومناسباتهم، هذا اللي بيخلينا نواجه هذه العقبات، هذه اللي بيخلينا نواجه هذا البلاء، نواجه هذه الضغوطات الموجودة في حياتنا، ونطلع من كل هذا منتصرين، مرتاحين، مبتسمين، مضللين برضا الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، أبارك لكم هذه المناسبة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنجلي عنا هذه الغمة، وأن يرتفع عنا هذا البلاء، وأن نرجع إلى أحيائها في أماكنها وبالطريقة التي تليق بها إن شاء الله إلى ذلك الوقت إن شاء الله. أسألكم الدعاء.